توقع ثبات التشكيل يعني آه. مش هيغير ممكن واحد او اثنين يعني مثلا لو هيغير يعني روتيشن يعني بسيط خفيف جدا. لما دلوقتي كابتن هاني كان بيتكلم على فكره انه مش اول مره النادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه يواجه فريق عربي، فدي حاجه يعني بتسهل كتير افتكر على النادي الاهلي. كمان مشاركه موسيماني مش برضو هي المشاركه الاولى زي ما انت قلت، واجه قبل كده او شارك قبل كده في كاس العالم للانديه مع سان داونز. بتختلف في ايه بقى عند عايز اعرف عند الجهاز الفني، وانت مدير فني طبعا تقول لي بتختلف في ايه عند المدير الفني اللي شارك وليه سبقه قبل كده؟ لا هو بيبقى كموسيماني نفسه هو مثلا انا خدت مثلا مركز ما مع سان داونز، عايز مثلا المره دي لا عايز اخد مركز احسن اخطيه. بيبقى هو برضو زي ما اللعيب دايما بيبقى عنده طموح، المدرب بيبقى عنده طموح، هو بيبقى عنده طموح ان انا اوصل لاعلى هدف او لاعلى نقطه اللي انا ارضي بيها النادي وارضي بيها جمهور النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يعمل لنفسه اسم او يعمل لنفسه سي في كويس بعد كده اللي انا وصلت لمرحله كويسه مثلا مع نادي كذا. هو دلوقتي محطوط دايما تحت ضغط، اللي انت مع احترامي لسان داونز زي ما قلت اللي انت دلوقتي ماسك النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني بطل افريقيا وعنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، فاي مدير فني بيجي كلنا شفنا مستر مانويل جوزيه، يعني مستر مانويل يعني النادي الاهلي خلاه بقى في حته تانية بقى اسطوره. انت لسه هتكلمني عن مشاركتك في تجربه كاس العالم برضو مع مانويل. ايوه فهو دلوقتي عايز يوصل لمرحله كويسه مع النادي الاهلي وكنتائج وكبطولات وعايز يعمل اسم زي ما مستر مانويل عمل، وفايلر لما جه برضو عمل شويه، فهو الراجل دلوقتي الجمهور بيحبه، خد بطولة أفريقيا، الدوري ماشي كويس ما فيه، خد بطولة كاس مصر، فهو من أول ما جه خد بطولتين على طول ورا بعض، فسمى عند الناس حبته. فهو دلوقتي خلاص بقى الطموح بتاعه بيبتدي يعلى، اللي أنا بقى لأ أنا عايز أكمل على نفس النهج اللي أنا ماشي بيه. هو أول مرة معتز هيروح يشوف بقى الجمهور الأهلاوي ومشاركة الأهلاوية، ومن ساعة ما جه ما شافش الجمهور لسه. لا طبعا شايفه، لا بس انا بتكلم بقى على بس ما شافوش في الملعب. انا بتكلم على المدرجات، ما انا بتكلم في الملعب فكرة المدرج وان هو بقى يحس بيه. وافتكر ان الجمهور الأهلاوي مهم جدا في هذا التوقيت ان يكون موجود دايما، نقول هو الداعم والسند وانه يقدر بس هو الجمهور يخش هنا بنسبة 30% من 30% من الساعة تقرر. لا انا نفسي بقى موسيماني يشوف جمهور الأهلي على الطبيعة زي ما كنا بنشوف بقى 100,000 بقى و 70,000 الموضوع هيختلف. خلي بالك هو شافهم ضده بالظبط. هو كان بيلعب الكابتن بتختلف ما شافهم ضده وهو بيلعب يعني كان موسيماني لعب وهو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت موجوده، لكن وجود الجماهير اعتقد مهم يعني اعتقد طبعا. بيفرق جدا انك حتى لو 30% من ساعه الاستاد اعتقد جماهير النادي الاهلي هتكون متواجده بشكل كبير جدا، ده هيساعد كمان اللعيبه بشكل مميز يعني. اكيد طبعا عنصر الجماهير طبعا عنصر مهم يعني اكيد طبعا ده رقم واحد يعني انا من وجهه نظري الجمهور ده رقم واحد. احنا كلنا بنشوف دلوقتي الدوري شغال، حتى احنا كمتفرجين في التلفزيون بنسمع الكلام بتاع الجهاز واللعيبه يعني اكنها تقسيمه اكنه تمرين او تقسيمه، لكن واللعيبه نفسها الجمهور اصلا يخش برضو لما اللعيب بيعمل حاجه كويسه او يشوط شوطه او يرقص ترقيصه انت بتحس يعني المردود بتاع الجمهور معاك على طول، بيبقى في تفاعل مع اللعيبه وبيديهم دفعه وبيديهم حماس، غير لما اللعيب بيلعب تحس ان انت بتلعب في التمرين في النادي. فاعتقد اللي برضه حتى لو 30% لا جمهور النادي الاهلي، لو 10% لا بيخشوا بيعملوا شكل وما بيسكتوش طول ال 90 دقيقه، فهيبقى دافع للاعيبه الاهلي انا شايف هناك في البطوله يعني باذن الله. احنا شفنا افريقيا، انا يمكن عشان بقى حضرت تجربه التسعه يا اهلي في الملعب كان قد ايه العدد بسيط جدا جدا، بس تحس والله العظيم كانوا 100,000 70 والله 70 مليون كانوا في الملعب وحياه ربنا والله مش ببالغ. لا احنا بقى انا حضرتهم بقى وانا بلعب يعني انا لعبت بقى بيترج. لا انا لعبت بقى طب انت شفتي دول انا لعبت في وسط 100,000 في استاد القاهره، فانت بتتكلمي لا جمهور الاهلي سهام في زمن الكورونا يعني. لا انت بقى حضرتي احنا حضرنا قبل كده. لا الموضوع بيختلف، وخصوصا كمان جمهور النادي الاهلي يعني عنده ميزه اللي هو يعني ما بيقاسوش ومن اول ما بيخشوا الاستاد من قبل الماتش مثلا بساعتين تلاقيهم هم شغالين، واللعيبه لسه في اوضه اللبس بتلاقيهم شغالين وزي بروفات للمباراه اول ما اللعيبه بتنزل ومن اول ما المباراه بتبدا لغايه الدقيقه 90 او 95 او لو لعبنا لتاني يوم تلاقي اللعيبه دايما وعندها امل في لعيبتها. هي دي ميزه جمهور النادي الاهلي اللي هو دايما في ظهرك، اللي هو دايما بيشجعك، اي لعيب بيعمل حاجه تلاقيه دايما يعني في ظهرك، فاللعيب دايما بتبقى عايز شوط، بتبقى عايز تجيب جون، بتبقى عارفه عايز تفرح الناس دي عشان هم فعلا ما بيسوبكش. فاعتقد ان ده عامل اساسي جدا للعيبه النادي الاهلي الجمهور يعني.